الحمد لك والشكر لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك. الحمد لك، آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق الفجر من قلب الحلك. الحمد لك، أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. الحمد لك، من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك، من للذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك. رباه إنا في حماك فلا تكلنا إلى سواك. الحمد لك، كفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه؟ إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. رباه إن السيل قد بلغ الزبا، والأمر عندك بين الكاف والنون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب يا رب، رباه إنا مثلهم في شدة، رباه إنا كلنا ذنون. وأشهد أن القائد القدوة محمدا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، وما مات حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها بجهاده وتضحياته وصبره وعذابه وسيره على الحراب وتحمله لصنوف العذاب. ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي وولدي وكياني ووجودي ودنياي، هو عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، وصل عليه صلاة تليق بمقامه، وارض عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع صرختي وكلماتي، اللهم لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، مؤامرة الكفر تتزايد يوما بعد يوم، ومخططاته ينكشف منها تحت ضوء الشمس الكثير الكثير. سطور هذه المخططات مكتوبة بدم أسود معتم يحمل في طياته كل حقد دفين موروث على شريعة الإسلام وأبنائها وأهلها. مخططات الكفر ما عادت تحتاج إلى بيان ولا إلى تحذير ولا إلى صرخة نفير حتى تدرك الأمة أبعادها، لأن الأمة صارت هي فئران التجارب لهذه المخططات، وهم يطبقونها عليها صباح مساء. انظروا حولكم يا ألف مليون يا أبناء لا إله إلا الله، انظروا حولكم لتروا بأن كل النظريات الأخلاقية الهابطة تصدر إلى رحابكم وتمارس عليكم. انظروا حولكم لتروا كل المناهج الثقافية والتربوية اللادينية تتحرك في مسارب عقول أبنائكم وبناتكم. انظروا حولكم لتروا كل عادة جاهلية وكل موروث لاديني دفنه الإسلام تحت ركام التراب حينما انطلق فاتحا يغير معالم الوجود. انظروا وقد أطلت برؤوسها كل العادات الجاهلية وكل النزعات العنجهية وكل النزغات النفسية والشيطانية لكي تتحرك في رحاب أمتي ظلما وعسفا وجبروتا وطغيانا وانحلالا وكل صور الاستبداد على كل المستويات. انظروا حولكم لكي تروا ذاك الغزو الاقتصادي الذي يريد أن يذلكم بالرغيف ويريد أن يحني الرؤوس بضغط المعد والأمعاء. انظروا حولكم لتروا كل ترسانات الأسلحة وكل ما أنتجه العقل الشيطاني الكفري من عتاد الدمار يمارس على الساحات الإسلامية في نقاط الاستضعاف وفي البلدان التي تتعرض للأذى والكيد والاضطهاد والتدمير على مرأى ومسمع من 1,400,000,000 مسلم، بدءا بالأسلحة الكيماوية فالجرثومية فالبيولوجية فالأسلحة المدمرة الفتاكة حتى خرجوا علينا بعد العابر للقارات من الصواريخ بقنابل الأعماق وقنابل الصخور تمارس علينا، وندفع الضريبة من أشلائنا من مساجدنا من بيوتنا من صغارنا من كبارنا. ولكن قنابل الكفر العسكرية ما كانت ولن تكون بأكثر خطورة من قنابل الكفر الفكرية والعقائدية والأخلاقية التي تمارس على البقية الذين يظن أنهم بمنأى عن الخطر وبعيدا عن الأحداث. إن كان إخوانكم قصفت أجسادهم وهدمت ديارهم ومزقت أشلاء صغارهم، فأنتم أيها السادة
وصفت عقائدكم ونصفت أخلاقكم ومزقت أجيالكم بكل عهر وفساد وجاهلية، وتفرقت مجتمعاتكم عبر نظرية التدمير الذاتي، تدمرت روابطنا، دمرت أخوتنا، دمرت وشائج اللقاء، دمرت خطوط الاتصال، تلك التي كانت تجعلنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جراحنا تنكح، دماؤنا تنزف، أعراضنا تنتهك، أجيالنا تضيع، ذرارينا تضل، مجتمعنا يتفسخ، أخلاقنا تسقط من عرشها، عقائدنا تشوه، أفكارنا تسمم، بيوتنا تهدم، ونحن نرقب كل هذا بعين الغافل البليد البارد الإحساس والشعور، الهامد الضمير بل ميت الضمير. نرقب كل هذا وعلى الجباه المستخزية وعلى الهامات المطأطئة سطرت عناوين ما أوضح حروفها، لا شأن لي بذلك، لا شأن لك بذلك. إذن شأن من؟ والقضية قضية من؟ ومن سيرد هذا؟ وأنت جزء من المخطط، لأنك الذي تمارس عليه المخططات، وشئت أن أبيت أنت في داخل الساحة، صالحا كنت أم صالحا، تقيا كنت أم فاسدا، قريبا من الله أم بعيدا عنه، مورس عليك جزء منها وما زال يمارس عليك وعلى أجيالك البقية. أيها الأحبة، بلغت وقاحة الكفر في إعلان مخططاته وتنفيذها تجريبا نهارا جهارا علينا، لدرجة قد تكون وصلت شدة الظهور خفاء، لشدة ما ظهرت في حياتنا وكأننا لا نراها لشدة ظهورها. وصل الكيد الكفري الذي يمارس على أمتنا إلى مرحلة عجيبة غريبة، المنطق يقول أنها يجب أن تستفز بقايا ضمائر الأحرار، ويجب أن تستنهض ما تبقى من همم الأبرار، ويجب أن تحرك طلائع النصرة والنفرة في رحاب الأمة من طائفة الحق الباقية والتي ستبقى إلى قيام الساعة. ولكن لا نجد أثرا من ذلك، فأين السر؟ وأين مكمن العلة؟ وأين حقيقة الداء؟ وأين أس المصاب؟ وأين مركز الخلل؟ أيها السادة أحبتي في الله، إن القضية باختصار، إن الأمة عرفت تماما بأنه يمارس عليها، وأنه ينفذ فيها، وأنه يجرب في ساحاتها، وأن الضريبة من عقيدتها وأخلاقها وفكرها ودين أجيالها، وأن الضريبة من مساجدها ودورها وأرضها وشريعتها وخلافتها ودمائها وأعراضها، تعلم ذلك تماما ويقينا. وإني لأجزم بأن الراعي وراء غنمه يعرف هذا، وإني لأوكن بأن السكير العربيد في عتمات الماخور يدرك هذا، وإني لأعلم بأن الحكومات في مراكزها تعلم هذا، وإني لأقطع بأن العلماء كل في محرابه الصامت وكل على منبره المضطرب يعلم هذا، وإني لأعلم بأن النساء المخدرات في عمق المنازل في القرار يعلمن هذا، وإني لا أشك البتة بأن صغاركم وكباركم يعلمون هذا. ولكن ليست المشكلة في أن نعلم هذا أو نعلم هذا أو نعرف هذا أو نعرف به، إنما المشكلة في قابليتنا واستعدادنا للانقضاض على هذا الواضح،
وللهجوم على هذا الواقع وللسعي إلى أن نتجاوزه ثم نعود إلى تغييره. إنما المشكلة فينا أيها الأحبة أن يكون عندنا من استعداد ما يؤهلنا أن نتلقى هذه الصرخات التحذيرية بهمم الرجال وإرادة الأبطال وبحال عشاق الجنان الذين يصرخون فلأمت أنا ولتحيا أمتي فإن لي فيها حياة باقية. المشكلة في قابليتنا لأن ندرك واجبنا اتجاه هذا. فكلما تعاظم كيد الكفر وكلما عظمت مؤامراته وكلما تجلت مخططاته أكثر كلما كان واجبنا أعظم وأكبر وأضخم في التصدي والتحدي والمواجهة والمجابهة. وأن نقدم إذا كان الخطر قليلا فنقدم صرخاتنا، إذا تزايد الخطر فنقدم مع صرخاتنا أموالنا، فإذا ازداد نقدم كل أوقاتنا، فإذا تزايد الخطر نقدم أنفسنا وذرارينا، فإذا تزايد الخطر فخذوا نفسي وروحي ومالي وولدي كلهم وقفا خذهم إليك ووزعهم على الأمم. حينما نشعر بالخطر الداهم حقيقة يتزايد استعداد التضحية من أجل لا إله إلا الله، ويتعاظم فينا ذاك الشعور بالاستعداد للانتفاضة والنفرة من أجل لا إله إلا الله وإبقائها في ساح الوجود عزيزة أبية. ولكن إن فقدنا هذا الاستعداد وإن فقدنا هذه الجاهزية وإن ماتت فينا هذه القابلية فما تنفع الصرخات وما يجدي نداء الصريخ العريان، لا يجدي. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أيها الأحباء، وبدلا من أن تستنهض الأمة همتها وأن تجمع ما تبقى من كرامتها ووعيها ودينها في إطار واحد ينصب في قنوات خدمة الدين وإعادة وجوده إلى ساح الكون، تحولت القضية على عكس ذلك، فصارت مراجلنا وبطولاتنا وزعاماتنا تتجلى في الصور الشوهاء، تتجلى فيما بيننا، تتجلى على بعضنا، بل تزايد الأمر جريمة وتزايد الأمر خطورة أن وصلنا إلى المرحلة التي قال عنها عمر رضي الله تعالى عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قالوا: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ كيف تخرب القرى، أي البلدان والمدن والدول والحضارات، كيف تخرب وهي عامرة؟ متى ذلك؟ قال: إذا على الفجار على الأبرار. إذا على الفجار على الأبرار، إذا صار الفاجر عزيزا أبيا وصار الحر ضعيفا ذليلا، إذا صار الفاسق التافه محسوبا له ألف حساب وموضوعا له ألف تحسب، وصار الأحرار الأتقياء الأبرار لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم، إذا تحركت الأمة للدفاع عن كل فاسق معتدي وتركت نصرتها لكل حر أبي، إذا على الفجار على الأبرار والأمة تقر هذا
فإذا توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. يا أحرار الأمة، أعيدوا جدولة الأمر وأعيدوا للأمر اتزانه. أهيببكم يا كل مخلص وصادق وعزيز معتز بديره، إياك إياك أن تسمح لفاجر أو فاسق أو منحرف أو زنديق أو رويبط من رويبضات الليل والمعاصي، إياك إياك أن تسمح لصوته يعلو صوتك أو يده تعلو يدك، وإلا كنت مساهما في هلاك أمتك وخرابها وهي عامرة. إياك إياك أن تقبل الذلة وأنت فيك وصف المصطفى، أو تقبل الانحناء أمام أهل الفجور وأنت العزيز الذي تملك الاستعداد للموت في سبيل الله. إياك إياك يا كل حر أن تنثني أو تنحني أمام كلاب الفجور أو أمام ذئاب الانحراف، فإنك إن فعلت هذا أهلكت الأمة وخربت عمارها وأسهمت إذا تركت الفاجر يعلو الحر الأبي. أيها الأحبة، خلاصة مخطط الكفر تتجلى في أربع محاور هي التي أفقدتنا الاستعداد وأفقدتنا الجاهزية وأفقدتنا الهمة وأماتت فينا روح التمرد والانتفاضة وأثقلتنا حتى قعدنا فلا نصرح ولا نفرح ولا انطلاق ولا انعتاق، وكبلتنا وقيرتنا. أربع محاور هي الخطوط العامة في مخططات الكفر على الأمة. أولا التحريف، ثانيا زرع روح الفردية، ثالثا قبول الإباحية، رابعا تبديل الولاء لله ورسوله بالولاء لغيرهما أيا كان هذا الغير. أولا التحريف، سعى الكفر إلى تحريف عقيدة المسلمين وتشويه صفاء الفكر الإسلامي الذي هو انعكاس عن العقيدة، وخلخلة التصور الواضح حتى يصبح هناك نوع من الضبابية فلا يبصر أي مسلم الهدف ولا الطريق ولا المسار ولا المصير. التحريف إن دفع إليه الكفر يخطط له ويبرمج، حينما فاجأ أو تفاجأ بأنه ضعيف ذليل حقير في الزحف العسكري أمام طلائع قليلة تصدت له بعشرات المواقع، فيفاجأ وهو الذي يملك العتاد ويملك الترسانات ويملك السلاح ويملك التدريب المتميز العالي أنه يهزم ويغلب في عشرات المواقع أمام ثلة مؤمنة تتصدى له وتواجهه بدمائها وأشلائها، ويكتشف بأن صرخات التكبير التي تنطلق من هذه الحناجر تنخلع لها قلوبهم وتهتز لها ركبهم وتخور القوى ويفر الجنود هاربين. فبحث عن السر فوجد أن سبب النصر في صحة معتقد وفي سلامة فكر وصفائه، وجد أن هذه القوة التي أورثت رعبا في قلوب جيوشه وجنده إنما سرها في ذاك الاعتقاد الذي ملأ قلوب هؤلاء وعرفهم يقينا وجزما وشهودا وإحسانا أن الفاعل هو الله، المحي والمميت هو الله، النافع والضار هو الله، فلا شرك في القصور ولا شرك في القبور ولا شرك في الأشخاص ولا شرك في الذوات، لا خوف ولا طلب ولا اعتماد ولا التجاء ولا رجاء إلا في الله الواحد الديان، وكل ما عدا ذلك فالقلب خال منه. القلب امتلأ بحب الله وهيبته، القلب سيطرت عليه أنوار الحق، فما عاد يبصر في الوجود حوله فاعلا إلا الملك الواحد هو الله. فانطلق أصحاب هذه القلوب لا يبالون لا بكسرى ولا بقيصر لا بالأباطرة ولا بالجبابرة، انطلقوا
أقصى ما يهدد به هو الموت، وقلوبهم تنبض شوقا وعشقا في طلب الموت. أشد ما يهدد به إنهاء الحياة، وإذا بهم هم وبدافع الاعتقاد هذا الصحيح يطلبون الموت، لأنه بوابة جنة عرضها السماوات والأرض. فاختلت موازين الكفر والطرب، وقال يجب أن تحرف عقائد هؤلاء حتى يفقدوا هذه القوة ويفقدوا هذا الإقدام. وفعل، فأصابنا الوهن الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت مما أدى إلى نزع المهابة من قلوب أعدائنا لنا، ومما أدى إلى أن تكالبوا علينا كما تكالبت الأكلة على قصعتها. صدقت يا ابن عبد الله، صدقت والله، وما أصل العلة إلا هاهنا. ولو وجد في الأمة من يحرص على الموت لوهبوا للبقية الحياة، ولو وجد في الأمة من يطلب الموت من أجلك ربنا لما رأينا كل هذه الصور الدامية: نقتل ونحن قعود، نذبح ونحن ركود، نباد ونحن نوم، نجزر ونحن في غفلة، لا نحرك ساكنا، بل لا نملك من قوة الإرادة ما ندفع عن رقابنا مدية الجزار. أيها السادة، التحريف، التحريف، انظروا حولكم، سألتكم بربي، انظروا حولكم لكي تجدوا بأن الإسلام الواحد الذي جاء يحمل لافتة التوحيد وعقيدة التوحيد، والتوحيد الذي أثمر وحدة الأمة، انظروا إليه وقد صار هذا الدين هو سبب الفرقة والخلاف. فألف ملة وألف نحلة وألف طريقة وألف درب وألف منهج وألف جماعة وألف فكر مطروح على الساحة، وكل يقول: ها أنا ذا وغيري على باطل، وكل يقدس الأشخاص ويقدس الذوات ويقدس الفكرة الضيقة ويترك نصاعة الإسلام وقداسته. فتش في قلوبهم ترى مظاهر الشرك واضحة في اعتقاد النفع والضر في المخلوقات، وليا كان أم صالحا، حاكما كان أم جبارا، قلوب اختلت عقائدها، اختلت عقائدها، فأثمرت فكرا مشوح، أثمرت تصورا عجيب غريب بعيدا كل البعد عن صحة الاعتقاد. أيها السادة، تلفتوا حولكم لكي تجدوا ألف لافتة تتصارع فيما بينها، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دماء في نحور تبين من بكى ممن تباكى. ما زالت صرخة ابن المبارك الذي كان يقاوم الروم في ثغر طرصوس حينما اعتدوا على الأمة المسلمة وعلى حماها، ما زالت صرخته نسمعها يتردد صداها في أرجاء الكون حينما وجه تلك الأبيات إلى أتقى أهل زمانه وإلى أعبد أهل وقته، الفضيل بن عياض عابد الحرمين الذي كان يتنقل بين المدينة ومكة متعبدا تقيا ذاكرا، ولكن بعيدا عن مسرح الأحداث وبعيدا عن هجمة العدو. وإن هذا من الخلل في المسير، والخلل في الفهم، والخلل في حمل الاعتقاد رسالة ونهج حياة، وإن كان تقيا صالحا. أرسل له أمير المؤمنين في الحديث العالم المجاهد أبياتا يبكته ويعاتبه ويعنفه ويوقظه، يقول فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ما زالت أبيات ابن المبارك
توجه من أرض فلسطين، من أحرارها، توجه من أرض أفغان، من أسادها، توجه من على ثرى الشيشان، من رموز الجهاد فيها، توجه من بقايا من بقي على الحق في البلقان، توجه من فلول المؤمنين في أندونيسيا وتركستان. تنطلق إليكم عبر الأثير من بورما وكشمير، حيث الثبات والرباط. ما زالت تلك الأبيات يرددها أولئك بدمائهم، ونحن مشغولون بالأذكار والأوراد والخلوات وإغماض العيون، ونحن مشغولون بلافتات الوصول والمقامات، ونحن مشغولون بالإغراق والغيبيات والشطحات، ونحن مشغولون بالتفرق على النظام المشيخي الكهنوتي، ونحن مشغولون بأن يحولنا سدنة هذا الفكر إلى قطيع يسوقونهم بتوجيه أمريكي أو صهيوني، يخدرونهم، ينومونهم، يعزلونهم عن حركة الحياة وعن ساح الأحداث، ونحن مشغولون بألف لافتة وعنوان ملكة القداسة، فما عاد أحد يجرؤ أن يمسها أو يهزها أو يصرخ في فكر الشباب أن انتبهوا، فإنكم تساقون خرافا إلى مدية الجزار. نعم أيها السادة، تحريف ظهرت صوره في أصول الدين، في ركائز المعتقد، في أس العبودية، في نقاوة التوحيد، في سلامة التصور، في وضوح الهدف. تحريف ما أوضحه إذا راقبنا الحدث من حولنا والساحة بقليل من التأني والفكر، بعد أن نملك مقومات الحق واعرف الحق تعرف أهله. ثانيا الفردية، زرعوا فينا روح الفردية فأماتوا روح الجماعة، وأماتوا التضامن والاعتصام والتداعي، وصار كل منا مشغول بنفسه، يبحث عن مأكله، عن مشربه، عن ملبسه، عن احتياجات أسرته، وبعدها فليكن بعدي الطوفان، كل منا لا يهتم إلا بذاته. وصرخة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما زالت تتردد قوية أبية: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لفاجر يعبث به، ولا يسلمه لعدو ينال منه، ولا يسلمه لجوع يذله، ولا يسلمه لعراء يقتله بردا ومرضا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لشيطان يقوده، ولا لنفس أمارة تأخذه بعيدا عن ساح الهدى. لا يسلمه، لا يسلمه لضغط الحاجة، لا يسلمه لنظام التسيار الجماعي الذي يقود الركب العام إلى هاوية المنحدر. إنما المسلم يصرخ في أولئك أنقفوا، يصرخ في المنحرف استقم، يصرخ في العاصي أطع، يصرخ في المعتدي توقف. المسلم أخو المسلم، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال احجز على يديه، أن تأخذ على يديه فتمنعه من الظلم. روح الفردية قتلتنا، وأمر الله واضح: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، أما قبل أن تفيء فما زال القتال قائما. روح الفردية قتلتنا، زرعها العدو، فما عدنا نتحسس إلا كلمة أنا، نعلو في محرابها الخسيس، نتحرك في دائرتها العفنة، وقد يكون أقرب الناس من حولنا يحتاج إلى النصرة وإلى الكلمة وإلى اللقمة وإلى مد يد العون، فلا نبالي ممن عكس على حال الأمة جمعاء، شعوب إسلامية بكاملها يصفى وجودها، ولا نزيد على الحسبلة والحوقلة، هذا إن درينا ما أن هناك مأساة تجري. فلسطين أدمنا جراحها واعتدنا مظاهر مواكب الشهداء في اليوم والليلة. فلسطين
ألفنا ما يبثه الإعلام مسموعا ومقروءا ومكتوبا من مشاهد دامية يقتل فيها الصغار والكبار وتهدم البيوت على رؤوس أصحابها. فلسطين اعتدنا على كل ما يجري فيها، وروح الفردية تقيدنا، فلا حراك ولا حس ولا واجب. أحسن وحالا هو الذي يذرف دمعات بصمت أو يصرخ في لحظات انفعال ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. أين جدولة الحياة؟ أين برمجة الحل؟ أين نظام السير؟ أين توحد الجهود؟ أين؟ لو تحركت الأمة بروح الجماعة لفعلت وفعلت وفعلت لهزت أيها السادة معالم الواقع المنحرف وأعادت له اتزانه. ثالثا، قبول الإباحية. لقد اجتهد الكفر علينا حتى صار عندنا جاهزية لأن نتقبل الإباحية، وما عاد عندنا مناعة ولا حصانة ضدها. إنني أسمع أمرا عجبا، أسمع بأن أشرطة داعرة ماجنة توزع على قارعة الطريق وتباع بأبخس الأثمان، ويحدثني أن من يرتاد لشرائها الفتيات قبل الفتيان. بنات من هؤلاء وأولاد من هؤلاء؟ والذين يبيعون من أي أسر هؤلاء؟ والمجتمع الذي يمر بهذا المشهد متعاميا متأطئا أو كأن الأمر لا يعنيه، من هؤلاء؟ أوليس الكل مسلمون؟ فكيف قبلت الإباحية؟ كيف قبلت من خلال شاشات الإعلام عريا وقبلات وأحضان وفن ترقبها المخدرات في البيوت بلا حياء ولا عفاف؟ كيف قبلنا الإباحية قصة ورواية تباع بأبخس الأثمان؟ كيف قبلنا الإباحية مجلة وجريدة بكل ما فيها من عري وتفسخ تقلب صفحاتها امرأة أو بنت أو زوجة أو فتى؟ كيف قبلنا الإباحية عادة وتقليد باختلاط وتداخل بين الأسر بلا وازع ولا حدود شرعية؟ كيف قبلنا الإباحية مثلا يردد وأغنية تشق عنان السماء بعجرها وبجرها وفسقها وتزكم الأنوف بعفنها أغان تدعو دعوة واضحة إلى الخلاعة إلى المجون إلى ذبح الأخلاق على قارعة الطريق إلى أن يمارس الجنس جهارا نهارا؟ أغان لا يخلو منها بيت مسلم ولا شارع مسلم ولا محل مسلم. تأمل في كلماتها تجد أن هناك دعوة للإباحية اعتنقتها الأمة حينما سمعت أولئك التافهين، وقبلت آذانها أن تصيخ لهؤلاء المجرمين. ويسمى فن ويسمى طرب. الإباحية انظروها في أعراسنا، انظروها في حفلات الرجال والنساء. وقد جاءكم موسم الصيف وستشهدون أمرا عجبا، وكل يوم ستسمع ألف مزمار للشيطان ولن تسمع صرخة واحدة لجند الرحمن إنكارا. الإباحية سترونها في مواسم الإصطياد عريا واختلاطا على الشطآن وفي أماكن التنزه. الإباحية سترونها في كل حديقة وفي كل منتزه وعلى قارعة كل طريق. فمن هؤلاء؟ من الذين يمارسون؟ من هؤلاء؟ من أقطابها؟ من الذين يدعمونها؟ من الذين قبلوها نظام حياة؟ إنها الأمة المسلمة بتخطيط كفري جعلها تدمن هذا الأمر ولا تستطيع أن تتركه طرفة عين، بل لا ترى فيه عيبا ولا ترى فيه خطأ. وآخر الأمر سادتي، تبديل الولاء لله ورسوله بولاءات متعددة، قد تكون لفكر، قد تكون لأشخاص، قد تكون لنظريات، قد تكون لقناعات، قد تكون لأهواء، قد تكون لشيطان، قد تكون لدنيا، قد تكون لنفس، قد تكون لمال، قد تكون لمنصب. تبدل الولاء، ما عاد ولاؤنا لله ولرسوله، بل تحول أيها الإخوة، تحول إلى خطوط ما أكثرها تعددها جميعا فلا تجد بينها الله،
تعددها جميعا فلا تجد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعددها جميعا فلا ترى بينها كتاب الله، تعددها جميعا فلا ترى بينها جند الله القائمين على أمره. ولاؤنا لمن؟ صار الولاء لمن؟ لو صح الولاء لله ولرسوله لغضبنا لله ولرسوله، لو صح الولاء لله ولرسوله لنصرنا الله ورسوله، لو صح الولاء لله ولرسوله لجسدنا مراد الله ورسوله في حياتنا وأسرنا، لو صح الولاء لله ولرسوله لما قبلنا مظلة إلا مظلة الشرع، ولما قبلنا بساطا نجلس عليه إلا بساط وحي السماء. لو صح الولاء لله ولرسوله لرأيت الزئير آساد الشرع يملأ جنبات الأمة عند كل مشهد فسق أو فجور أو انحراف أو تعد أو ظلم. ولكن حينما صار الولاء لغير الله ولرسوله صار يقال للرجل ما ألطفه ما أظرفه يوالى وينصر، وليس في قلبه ذرة من حبة من خردل من إيمان كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، صارت الولاءات للمظاهر وللأشكال وللزعامات الفارغة وللعنجهيات وللتفاهات، صارت الولاءات أيها الإخوة لكل سقط متاع من الأفكار والأشخاص. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن مشهد من مشاهد اختلال الولاء والبراء، اختلال الولاء لله ورسوله، حينما قال بأبي وأمه حيث مر به رجل من الأغنياء الأثرياء عليه الطيلسان معروف بقلة تعبده وقلة دينه، مر بجمع من الصحابة الكرام فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا؟ قال نعم. قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. هذا من الأثرياء الزعماء المبرزين، إذا قال يسمع له، إذا خطب بناتنا نعطيه، إذا شفع في أي شيء نشفعه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مر رجل من فقراء المسلمين يسمى جعير بن سراقة، ذميم الشكل، رث الثياب، فقير الحال، لا يؤبه له، إن حضر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد. قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يستمع، وإن شفع ألا يشفع. فظهرت آثار الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من طلاع الأرض من ذاك. الولاءات لكل مؤمن، الولاء لكل مخلص، الولاء يثمر النصرة والدفاع. فإذا اختل الولاء لله ورسوله اختل الولاء لعباده، وصار الولاء لمن يحاربه ويجاهره بالمعصية يدافع عنهم ويحاموا. أيها الأحبة، هذه خلاصة مخططات الكفر، ابحث عنها في فكرك، في وجدانك، في نظام حياتك، في أسرتك، ثم تحرك معي وإلي لكي نصححها نعالجها. بعد صرخة المنبر هناك هدوء الحلقات، وهناك اتزان اللقاءات، وهناك المجالس المفتوحة قلبا وسكنا لكي نعمق ديننا من جديد ونعيد لها الأصالة، ونتحرك طلائع جيش الملحمة تقمع الكفر وتقضي على مخططاته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله،
محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعن معهم يا رب. آمين آمين آمين. أيها السادة، وقبل الدعاء ألفت الأنظار إلى المناسبة التي تصادف هذا اليوم، وهي مناسبة ما يطلق أو مرت البارحة ما يطلق عليه عيد الأم، وهذا من التحريف الذي دخل في حياة الأمة. فما عرفنا نحن أن للأم عيدا يأتي مرة في السنة، وإنما هذا تقليد غربي، حيث أنهم هناك يعامل الأمهات بجفوة وبعنف وبإساءة، ولا يروا أمهاتهم إلا نادرا، وإذا ما كبرت الأم قليلا أو استقلوا عنها حملوها وألقوها في الملاجئ، حيث أن أحدهم يحدثني عن تعداد الملاجئ الهائل في أمريكا وأوروبا ويقول: انظر إلى اهتمامهم بكبار السن. قلت: إن هذا الذي رأيته مظهرا إيجابي هو مظهر سلبي يا أخي، إنهم طردوا الأمهات والآباء من البيوت وأسسوا لهم الملاجئ، أما نحن قلوبنا صدورنا أرواحنا محجر العين ملجأ لأمهاتنا وآبائنا. أو ظننت هذا صورة تقدم وتحضر؟ إن هذا عودة إلى حياة الوحشية والغاض. فلما كان هذا حالهم كانوا يزورون أمهاتهم في الملاجئ مرة في السنة، فجعلوه عيدا فلا يرونها إلا في هذا اليوم، يقدم لها قليل الهدايا ثم يعودون إلى نظامهم الإباحي الحيواني حتى يأتي عام مقبل، فصار للأم عيدا. أما نحن ففي كل لحظة في كل ثانية في كل رمشة عين جباهنا رؤوسنا رقابنا عند رجل الأمهات، إلزم قدمها فثم الجنة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أحق الناس بحسن قرابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أيها السادة، نحن لا نعرف ما يسمى عيد الأم، وإن شاركت فيه شاركت تقليدا، وتقليد الكفر فيه كفر، فاحذر وانتبه. لذلك كل يوم للأم عيدا، وكل لحظة للأب عيدا، وعليك أن تقوم على الخدمة وإن ظلماك وإن ظلماك وإن ظلماك، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تؤذهما أو تقصر معهما، ولا يحق لك عدم الطاعة إلا في حالة واحدة: إذا أمراك بمعصية، إذا أمراك بترك حق لا تطع لكن لا تسئ، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعيد الأم تقليد غربي كعيد الميلاد وكل الأعياد التي كثرت لافتاتها وعناوينها، وأعجب بأمة تزداد أعيادها في زمن الانتكاس والانكسار والتفرق. نجعل للأم عيدا والأمة ضائعة، نجعل للأم عيدا والأمة غير موجودة، فالأولى أن تقيموا أمتكم لعلكم تجعلوا لها عيدا في السنة إذا قامت، ولكن لا أظن إذا بقي هذا هو الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا مالك الأمر يا رباه، يا منجي الغرقى، يا ملجأ الثكلى، يا صريخ من لا صريخ له، يا دليل الحائرين،
يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا أمل المذنبين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهر اللاجئين، يا غياث المستغيثين، يا نصير المستضعفين، يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأراضين والسماوات، يا دائما لا فناء لملكه، يا باقيا لا زوال لسلطانه، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، يا من لا تراه العيون، يا من لا تخالطه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون، يا من لا يحجبه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، يا رب الأرباب، يا مالك الأكوان، يا مدبر الأمر، يا من بقبضته كل شيء، يا من سلطانه فوق كل سلطان، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة من خبر، يا من يعلم الحال، يا غنيا عن السؤال، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ اللهم هذه أمريكا أجلبت بخيرها ورجلها ومعها قوى الكفر العالمي واتحاد الاستكبار العالمي، اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك لبالمرصاد، اللهم عليك بجموع الكافرين، اللهم عليك بمعسكرات الظالمين، اللهم عليك باتحاد الملحدين المشركين، اللهم زلزل أركانهم وهدم بنيانهم وهز عروشهم وفرق وحدتهم وافطرهم من غنى واسقمهم من صحة، اللهم قتل الرجال، اللهم ورمل النساء ويكتم الأطفال، واجعل ما تبقى غنيمة للمسلمين، يا من لا يعجزه شيء، لا يعجزونك ربنا، لا يعجزونك خالقنا، جلل البيت الأبيض بالسواد، وكنيسة اليهود بالدمار، وكرملين موسكو بالانهيار، عليك بهم يا الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله، اللهم احتلوا أرضنا وانتهكوا عرضنا وقتلوا صغارنا وانتهكوا أعراض نسائنا، رباه أنين التراب يناديك، رباه كل حجر يستصرخك، رباه هوام الأرض تلتجئ إليك، رباه دماء الشهداء تنتظرك، رباه الأيامة واليتامة والثكالة بدموعها وآهاتها في أرض العراء والتشريد، كلهم يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ما بقي إلا بابك يا الله، ما بقيت إلا حبالك يا الله، ما بقيت إلا حرابك يا الله، ما بقي إلا جندك يا الله، أبصارنا نحو السماء تنتظر قعقعة أبوابها، قلوبنا متوجهة لعرشك ننتظر أن يهتز غضبا لعبادك، رباه لا اعتراضا على حكمتك ولكنه استعجال لنصرتك، لأنهم يظنوا أنك غير موجود، إلهي أرهم عجائب القدرة، إلهي أطلق سهام جبروتك، إلهي أطلق قذائف قهرك، إلهي أرهم أرن فيهم يوما أسودا، اقتلهم بددا، أحصهم عددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم عجل لنا بصلاة في الأقصى وبشهادة عند أسوارك، اللهم رد هذه الأمة إلى رحاب دينها،
اللهم احفظ أعراض المستضعفين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين في سجون الاحتلال، اللهم أعد شبابنا إلى ساح الوغى أبطالا، اللهم أعد نساءنا إلى قرار البيوت مصانع للأجيال، اللهم أعد ذرارينا وأجيالنا إلى المساجد كي يصنعوا تحت إطار عبوديتك يا الله. اللهم ربنا خالقنا موئلنا يا سند من لا سند له، يا جبار يا جابر الكسر، رباه إننا نعلم بأننا لسنا أهلا للدعاء، ولكننا نوقن بأنك أهل للإجابة. رباه ذنوبنا تخرسنا وكرمك يطمعنا، رباه رفعت إليك آيات المتوضية ووثقت بك قلوب مؤمنة وذرفت لك عيون خاشعة، رباه حاشاك أن ترد أبدانا لك عابدة وجباها لك ساجدة وقلوبا منك وجل وإليك مشتاقة وعيونا من خشيتك دامعة وألسنة لك ذاكرة وأكفا إليك مرفوعة تطمع بكرمك وجودك يا الله. اللهم أوقف نزف الدماء من أجساد إخواننا، اللهم آوي شريدهم وأطعم جائعهم واسقي عطشاهم، اللهم اكسي عراتهم، اللهم هيئ لهم حصنا أمينا وكهفا مكينا، وهيئ لهم من يقوم على أمرهم يا رباه. إلهي إنهم يموتوا مرتين، مرة بيد الأعداء ومرة بيد الأصدقاء خذلانا. إلهي فهيئ عبادك لنصرتهم كساء وغذاء ودواء وبكاء ودعاء ثم انطلاقة لجحافل النصر والتمكين والتحرير. اللهم ربنا يا خالقنا إن زرع اليهود قد استوى على سوقه واستغلظ، فقيد له من الحق يدا حاصدة تقتلع جذوره وتقطع شروره يا الله، واجعلنا من حملة الراية، واجعلنا من جنود تحقيق الغاية، واجعل بلادنا في حفظك وأمانك، واجعل أبناء هذا البلد خير جند لدينك ينطلقون مواكب أحرار وكتائب أبرار لاسترداد الأرض والثأر للعرض وتخليص المقدسات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، وآلهم والحمد لله. قدس يا أم الحنون، يا قدس نهديك العيون، يا أرض الفداء في ترابك في الدماء، هواك يا مهد الإباء ولأجلك أم البنون.
في القلوب يا أرض تهواك شعوب ما تعثرت الدروب يا قدس إنا قادمون Yeah.